أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في تسجيل جديد للاختبار الأول في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. كنا قد رفعنا بعض نماذج الاختبار وإليكم هذا النموذج الآخر، أرجو الله تعالى أن أكون موفقا فيه. إذن مباشرة مع التمرين الأول، يقول التمرين: اكتب بالحروف العدد 37514، وثم تكتب إذن بالحروف، ثم ما هو رقم مئاته، إذن تبحث عن رقم مئاته هنا وتكتبه هنا، وعدد الآلاف، إذن كم ألفا في هذا العدد. إذن الجواب يكون كالتالي، إذن الكتابة بالحروف تكون هكذا: 37514، رقم مئاته هو 5. إذن نعد، إذن الآحاد، العشرات، المئة، إذن رقم مئاته هو 5. عدد الآلاف هو 37000، عندما تنطق العدد تقول 37000، إذن عدد الآلاف هو 37. نمر إلى التمرين الثاني، يقول: احصر كل عدد مما يأتي بين عددين مئاتهما متتالية. إذن يجب الانتباه إلى السؤال: بين عددين مئاتهما متتالية. إذن العدد هذا، نقرأ العدد: 542800، إذن هنا بيت القصد، و 71، هذه هي التي تصنع المئة التاسعة، إذن نزيلها فيبقى عندي هنا 800 وهنا 900 وهكذا مع بقية الأعداد الثلاثة. إذن يكون الجواب كالتالي، إذن 871 نزيل 71 فتبقى 800، إذن يأتي بعده 900، إذن 542800 يتبعها 542900. إذن أيضا هنا 5700، إذن 82 هي التي تصنع المئة الثامنة، نزيلها فيصبح عندي 5700، يليها 5800، والأمر نفسه مع العدد الآخر، إذن 62300، إذن نزيل 70 فيصبح 300 ونضيف المئة الأخرى فتصبح 62400. التمرين الثالث يقول: في مدرستك يجب الانتباه. إذن في مدرستك 360 تلميذا، في كل قسم 18 تلميذا، ساعد زميلك ليعرف عدد الأقسام. إذن نبحث عن عدد الأقسام، إذا كان عدد الذكور 167 فما هو عدد الإناث؟ إذن نبحث هنا أولا عن عدد الأقسام. طبعا قبل الحل يجب أن ينتبه التلميذ أن هؤلاء التلاميذ 360 عندما يدخلون الأقسام الثمانية، عندما يدخلون الأقسام فإنهم سيتوزعون، إذا لاحظ جيدا، سيتوزعون أو سينقسمون على الأقسام، كل قسم يدخله 18، إذا أدركت أنها عملية قسمة. إذا حل التمرين، إذا 360 تلميذا تقسم على 18 تلميذا، والعملية القسمة هنا سهلة جدا فيتكون الناتج 20 قسما، إذا عدد الأقسام هو 20 قسما. إذا عند الحل يكون العمليات أفقيا والعمليات عموديا ثم كتابة الإجابة، إذا نقوم بالعملية ويكون الجواب هكذا. إذا كان عدد الذكور 167، إذا ما هو عدد الإناث؟ طبعا العدد الإجمالي هو 360، إذا فننقص 167 وهم الذكور من العدد الإجمالي 360 فنجد عدد الإناث وهو 193. نمر إلى التمرين الرابع، إذا نقرأ: أرسم مستقيمين متعامدين في النقطة O. إذا نرسم المستقيمين المتعامدين في النقطة O، ثم أرسم الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 3 سنتيمتر،
وسمي A B C D نقط أو نقاط تقاطع الدائرة مع المستقيمين، صل بين النقاط ثم استنتج نوع الشكل الناتج. إذن يجب أو يستطيع التلميذ أن يوقف التسجيل ويقرأ التمرين أكثر من مرة، ثم يستطيع أن يحله في ذهنه أو على ورقة، ثم ينظر إلى الإجابة التي تكون على الشكل التالي. إذن نرسم مستقيمين متعامدين في النقطة أو وهما المستقيمان اللذان تراهما في الصورة متعامدان يشكلان زاوية قائمة تستطيع أن تثبتها بسمال القوس، ويتقاطع في النقطة O. ثم نسمي نقاط A B C D وهما تقاطع الدائرة مع المستقيمين. إذا لاحظ المستقيم، هذا المستقيم يقطع الدائرة في النقطة B ويقطعها في النقطة D. المستقيم الثاني يقطع الدائرة في المستقيم A في النقطة A وفي النقطة C. إذا هذه النقاط الأربعة هي نتيجة تقاطع المستقيمين المتعامدين مع الدائرة. إذا نصل بين النقاط فيكون الناتج الشكل هو مربع كما تلاحظون. نذهب إلى الوضعية الإدماجية ويجب الانتباه. إذا بمناسبة عيد الأم اتفق ثلاثة إخوة على شراء هدية لوالدتهم، فساهم الأول ب 300 دينار وساهم الثاني بمبلغ يقل عن مبلغ الأول ب 180 دينار. إذا هنا يجب على التلميذ أن يقف قبل أن ينهي الوضعية لقراءة الوضعية، فيقف هنا فيتساءل. إذا الثاني دفع مبلغ يقل عن المبلغ الأول ب 180، يضع في رأسه أن الثاني يجب أن يكون قد دفع المبلغ الذي ننقص منه 180 ناقص 300 ناقص 180، فيكون المبلغ الذي دفعه الشخص الأول. أما الثالث فساهم ضعف المبلغ الذي ساهم به الأول. إذا الأول ساهم ب 300 دينار والثاني ساهم بالضعف، إذن ف 300 في 2. السؤال يقول احسب المبلغ الذي ساهم به الثاني، إذا 300 ناقص 120 نجد المبلغ الذي ساهم به الثاني. ما هو المبلغ الذي ساهم به الثالث؟ إذا 300 في 2 نجد المبلغ الذي ساهم به الثالث. ما هو المبلغ الذي جمعه الإخوة؟ نجمع المبالغ الثلاثة. الهدية بقي لديهم لشراء الهدية بقي لديهم 80 دينارا، إذا ننقص العدد الكلي ننقص منه 80 فنجد النتيجة. إذا الحل أمامك كما تلاحظ. إذا لحساب المبلغ الذي ساهم به الثاني كما أشرنا قبل قليل 300 ناقص 180 نجد 120 نجاوب. حساب المبلغ الذي ساهم به الثالث، إذا 300 في 2. ولحساب المبلغ الذي جمعه الإخوة نجمع المبالغ الثلاثة كلها، المبلغ الذي دفعه الأول والمبلغ الذي دفعه الثاني والمبلغ الذي دفعه الثالث، فتكون الحصيلة 1020 دينارا. إذا بعد شراء الهدية يبقى لهم 80 دينارا. إذا حساب ثمن الهدية، إذا 1020 دينارا ناقص 80 دينارا تصبح النتيجة 994 دينار. إذا ننتبه عند قراءة الوضعية وننتبه عند قراءة الحل. إذا كان هذا هو التسجيل. أرجو من الله تعالى أن أكون قد أوصلت إلى ما أريد. أرجو منكم أن تسامحوني إن كان هناك بعض الهفوات أو الإسراع في الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.